السلام عليكم. مهزلة جديدة في الجزائر، مهزلة جديدة وقعت في الجزائر بعد نهاية المباراة ديال المنتخب الصومالي والمنتخب الجزائري. عندكم خبر لهذه المهزلة اللي وقعت ولا ما عندكمش؟ مهزلة ديال الدولة تنافست مع المغرب على تنظيم كان 2025. مهزلة ديال الدولة كانت تريد أن تنظم كان 2025. مجموعة ديال الأمور ظهرت في هذه المباراة هذه، منها الهجوم على لاعبي الصومال، منها الأرضية ديال الملعب، منها مجموعة ديال الأشياء. وليني غنبداو لكم بواحد المسألة ومن بعد نفرقوا معكم المسائل، غادي نبينوا لكم بجمال بن الماضي مع الصحفيين اش وقع ليه. وانتم في خباركم ان جمال بن الماضي بغى يمشي من تدريب المنتخب الجزائري من بعد الضغط ديال الصحافة. لكن الفيديو اللي غتشوفوا معنا غادي يخليكم تعرفوا بأن الدولة ديال الهكاويين، دولة الكراغلة، دولة تحكمها العصابة، المستوى المنحط فاش وصلوا. واش استهزاء من بن الماضي للصحافة ولا استهزاء من الصحافة لبن الماضي، أو سوء تنظيم من اللجنة المنظمة لمباراة الصومال وأن الجزائر؟ هي مباراة داخلة في إطار كأسائيات كأس العالم اللي ما كانتش تأهلت لها الجزائر وما مشاوش لقطر. مهم نخليو هادشي كامل في الجنب. هشام خضري قناتي إعجاب اشتراك مغرب أولا ولا غالبا إلى الله وعاش المغرب ولا عاش المغرب. يعلم الله كم أحبك يا وطني ويعلم الله كم مدافع عنك يا هذا الوطن. الفيديو اللي غتشوفوا معنا غتشوفوا جمال بن الماضي هو جالس على المنصة، المنصة ديال الندوة الصحفية اللي كتعقب المباراة، اللحظة اللي لقى 15 الميكرو قدامه. 15 الميكرو قدامه تسمع بودنكم. واش هي مهزلة تنظيم؟ واش هي مهزلة صحافة؟ او مهزلة مدرب؟ او مهزلة الكابرانة والعصابة الحكيمة؟ او مهزلة الدولة كاملة؟ شوفوا معايا ومن بعد نكملوا معكم الفيديو ونحلوه معكم حسب الرأي ديالنا. شحال تحبوا لي ميكرو والله العظيم 50 ميكرو. بالمناسبة هذه المباراة اللي جمعت الصومال مع الجزائر انتهت بفوز منتخب الجزائري 3-1. مهم هنيئا لكم بالفوز، لا إشكال في ذلك. خلالته مجموعة ديال الكوارث، مجموعة ديال الأخطاء، ومجموعة ديال المهازل، ومجموعة ديال الفضيح. تهجم على لاعبي الصومال ما نهضروش عليه، أرضية ما نهضروش عليها، وهي مجموعة ديال المسائل. خليونا من هادشي وغنهضروا عليها، هادشي اللي شفتوه في الفيديو. دابا هادي دولة في نظركم منتخب وطني ديالها، دولة كانت تريد منافسة المملكة المغربية حول تنظيم كأس العالم، أو عفوا لا ماشي كأس العالم، كأس إفريقيا. ونتنزو شوية ولاني كنبغيو نجهدو شوية المعقول باش ما تقولوش حنا راه تنضحكو، ولكن شوف أش غنقولك، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال الحسن الثاني رحمه الله، ليعلم العالم مع من حشرنا في الجوار. صراحة دولة لا يمكن أن نقارن المملكة المغربية مع الجزائر أبدا، لا يمكن إلا في حسن الجوار أن الأمر غادي يكون بيناتنا ونحترمهم في إطار حسن الجوار. هم ما كيحترموناش، يعني تهجموا علينا، تهجموا المملكة المغربية، تدعموا مرتزقة البوليزاريو، مجموعة ديال الإشكاليات، تهاجموا الملك ديال المملكة المغربية، تهجموا المملكة المغربية، تهجموا المغاربة، وتهجموا النساء ديالنا والشباب ديالنا، وكيهجموا كلشي. لهذا حتى حنا ما غنسكتولهمش. فدولة مثلا حاجة وحدة اللي عندها كتنظم، الجزائر فروسكم بأن تنظموا حاجة وحدة عندهم واعرة، هي الطوابير على الحليب، والطوابير على السميد، والطوابير من أجل لقمة العيش اللي ما تتوفرهاش الحكام والنظام في الجزائر، الشعب الجزائري المسكين المغلوب على أمره. لأن أموال الجزائر، نقود الجزائر، ذهب الجزائر، فلوس الجزائر، الاقتصاد الجزائري، أموال النفط والغاز ذهبت إلى هناك، إلى مرتزقات البوليزاريو، إلى مرتزقات ابن صندان، إلى مرتزقات صندالة، بلاد الحجاج وبلاد صندالة في مخيم الروبيني.
هذا هو الدور، هذا الشيء اللي كيتقنوا. ممكن يعطيو الطائرة الرئاسية ديال الجزائر يعطيوها لبن بطوش ابراهيم راخيس، يستقبلوا قبلوا المرتزقة ديال البوليزاريو، يستقبلوا الانفصال الجبهة، يستقبلوا يدعموا بالمال وبكل شيء، ولكن انهم ينضموا ويحاولوا ينتقنوا شي حاجة اللي هي رياضية ولا اقتصادية ولا تجارية ما تيعرفوش ابدا. ترى دولة هي هذه اللي الرئيس ديالها تيهضر امام العالم في خطاب في لقاء صحفي على مهزلة العدس على أزمة العدس. علاش بغيتي راه شوف، لأن علاش الفراغ، فراغ كما قيل، أن الفراغ اللي عشته الجزائر منذ أن كانت الأيالات العثمانية هناك وكذلك الاستعمار الفرنسي لهذه المنطقة خلى واحد الفراغ ديني تاريخي فكري، خلى فراغ كبير هناك في الجزائر، لأنه هنا جا بحال الجزائر وقع عليها بحال شي واحد شريف، قال بحال شي واحد بغى يجي لواحد البلاد يقول لهم انا شريف ودوك الناس تيعرفوه، وان هذاك اللي كيعرفوه كيحاربوا ماشي على يعني واحد التنافس اقليمي بين الجزائر والمغرب. نهايات هيات الرؤيه الملكيه السديده ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله دي المغرب في طريق من احسن الى احسن، من اجمل الى اجمل، من تاريخ إلى تاريخ جديد يكتب، من بناء حضاري إلى بناء حضاري جديد. شي ما نهضروش عليكم، تتشوفوا بعينكم، تتشوفوا المغرب مقبل على مشاريع كبرى، والمغرب في الطريق الصحيح، والمغرب دائما المغرب أولا ولا غالبا لا وعش المغرب ولا عش المخنى. يعلم الله كم محبك وطني، ويعلم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. قلت لهنا ربي كان بغيكم، خليتكم على خير، تلقاو فيديو آخر، بسلام عليكم.